صباح الخير اختي عبد السلام. مرحبا النور بك، استاذ. اهلا وسهلا. بارك الله فيك اخويا، الله يجعلها في ميزان حسناتك. كتفيدونا وكتنفعونا كتنفع وليداتنا، الله يجازيكم بخير يا رب امين. مرحبا بك ماريا. عفاك اختي، بغيت نسول انا بنتي. بالنسبه لي كنعطيها بيضه في الصباح يوميا بلديه، اييه كنسلقها وكنديرها مع الزيت البلدي وهذا، وكتاكلها في الصباح. شحال السن ديالها؟ قريبة تكمل 6 سنين. جيد. واش ما تضرهاش يوميا؟ وبالنسبه ليا كنعطيها في الكوتي بنانه في الصباح، واش ما يضرهاش البيض مع البنان في الصباح؟ لا. واش كتاخذ البيض والبنان في وجبه واحده؟ لا كتاخذ البيض في الدار وفي الوجبه ديال المدرسه كندير لها بلاصه ما ندير لها لي بيسكوي وداكشي. انا ضد، ما كنعطيش البنتي نهائيا. كتعطيها بنان؟ كنعطيها الفواكه. كنعطيها الفواكه على طول النهار. غير واش نحاول نبعد ليها البيض مع البنان؟ اسمح لي يا دكتور، عافاك، واش نفرق ليها المده بيناتهم ولا ما نعطيش لها كاع في ذاك الوقت؟ لا، على ما فهمت انا يعني الا عطيتيها في الصباح البيض ودات معها للمدرسه فاكهه، راه مفروقين هذوما، لان ملي غتفطر في الصباح غتفطر مع داك 7:30 وغتمشي تاخذ الكولاسيون ديالها في 10 في المدرسه. هنا راه يعني راه بعدناهم اكثر من هذه المسافه. ما غير سؤالي انايا، واش مثلا غتعطيها مثلا بنانه في الكولاسيون ديال الصباح؟ واش 2 غدي بنانه وثلاث بنانه ولا 4 بنانه؟ لا كنبدل ليها. لا كنوعي. فوالا هادشي اللي بغيت نسمع. كناخذ البعويد، كناخذ التفاح، كناخذ الليمون، كل نهار كنعطيها حاجه حتى هي غير يكون. واخا الوغ التفاح ولا البعويد ماشي الوقت ديالو الان، لان البعويد متعب للمعده بواحد الدرجه ما تصورش. واخا انا نزيد نشرح لك ان شاء الله باذن الله. شكرا دكتور. عفاك، بالنسبه للوالده ديالي كتاخذ هذاك الدواء الصفر اللي كيجري الدم، عفاك شنو الخضار؟ حيت كل طبيب كيعطيك نوع في شكل. واخا كدير هي التي بي، كدير لها التي بي؟ كدير التي بي وتتبع راسها وكتاخذ الخميره البلديه وكتبدا. وبالنسبه للصفوف، عفاك هذوك الصفوف اللي كنشريو وكنحمروهم وكنطحنهم في واحد الماكينه عند العطار اللي عرفتيها، بلا زيت بلا مواد دهنيه، واش صحيين ليها ولا لا؟ بالنسبه لها هي شنو المواد اللي يمكن لها تاكل؟ سيده في عمرها 65 سنه. نعم، نجاوبك ان شاء الله. الله يجازيك بخير والله يجعلها في ميزان حسناتكم والله يعاونكم. شكرا جزيلا لك ماريا. شكرا لا عفاف، الله يجعلكم ديما في الرتبه الاولى كما ديما. يا رب امين. شكرا لك ماريا، تواصلتي معنا من تمارا. تفضل استاذ احليمي. كنظن باللي السؤال على الابنه ديالها واضح. جاوبتي عليه. نعم هي كتقول باللي راهم قراب، هما ماشي قراب، غير هي تنوع. فوالا الوغ تنوع ديما الموز عفاكم البنان. بغيت نحل عليه واحد القصه استاذ عفاف. نعم، الموز البنان متعب للجهاز الهضمي الا ما كانش وصل للنضج ديالو. خصكم تعرفوا بلي راه بعض انواع ديال البنان راه كيطيب في الباطو، كيكون جاي كيطيب في الطريق. بعض انواع ديال البنان كيطيب بواحد الطريقه راه لا حول ولا قوه الا بالله. البنانه اللي غنعطيو للطفل تكون مسدوده وتكون طيبه مزيان حتى انها تقرب ان هذاك النقاطي كحلين. انا سؤالي واش كاين البنان اللي فيه ذاك النقاطي كحلين؟ لان من الداخل، لان هذاك هو البنان الاصلي. حنا عندنا في المغرب الموسكا اللي كاين في سيدي بيبي في نواحي ديال اكادير، راه الوقت ديالو دابا يعني هذاك. غير هو الطفل، انا شنو البنانه اللي غنعطي للطفل؟ غنشد البنانه وغنحركها، هذيك عفوا العنقود ديال البنان نشريه، هذاك اللي غنحركها، هذيك اللي البنانه اللي كتكون كتحرك مزيان هذيك هي اللي نقطعها. علاش؟ لان كتكون وسطات لا ماتور، لان البنانه كيكون عندها القشره عفوا القشره قاصحه وكتبدا تاكل من لان البنانه حيه كتكون ديك الساعه، كتبدا تاكل من القشره ديالها والقشره كترقى، تاكل من القشره ديالها والقشره كترقى، مما كتلقى ما تاكل كتبدا القشره تكحل وكتبدا البنانه تاكل راسها حتى كتكحل هي من الداخل. داك الشيء علاش البنان خصو يكون طيب مزيان. وردوا البال عفاكم للبنان للاطفال، ما نعطيهولوش بزاف. انا بنظري الطفل الا خدا بنانه وحده في الاسبوع كافي، لان في بزاف ديال الامور ما خصناش نهضروا عليها باش ما نخوفوش الناس من هذا البنان. مي وحده في السيمانه وحده في الاسبوع كافي. الوغ بالنسبه للام ديال الاخت، نعم كتاخذ ادويه اللي كتجري الدم. نعم، هادو لي زونتي كواغيلون. لي زونتي كواغيلون كاينه المعلومه ديال المسائل الخضراء ولا هذه. انا سؤالي الملاحظه ديالي في هذه المساله هذه، راه جسمنا يصنع الفيتامين كا اللي هي الكا واحد ولا الكا جوج، واخا تحيد انت من الاليمونتاسيون غادي جسم يصوبنا، غير هو نقادو حنايا التوازن الغذائي ديالنا. الوغ بالنسبه لهذه المساله، حيد القزبر، حيد المعدنوس، حيد هذه المساله هذه، واخا نحيدوها ما كتعطيش نتيجه، غير باش الناس يقولوا. هذا الشيء علاش ناخذوا الغذاء التوازن. هنا الناس اللي عندهم هذا المشكل هذا ديال لاكواغولاسيون، خاصه الناس لا قدر الله كان مشكل في القلب او لا بعض المشاكل، او الناس اللي داروا عمليه واللي كان يكون مقعدين لا قدر الله باش انه يتحرك، كيديروا غير هي تراقب التي بي تو دو بروترومبين. الوغ تراقبوا الدواء ديالنا، الدواء هذا خطير جدا، لان خاصه يكون استشاره مع الطبيب ويكون ضروري مراجعه الطبيب في
اقرب وقت، لان هذا الدواء هذا ما يمكنش نغلطوا فيه، الا غلط فيه تقرب دار الله يكون مشكل، ماشي في التغذيه، مشكل في الدواء. اما بالنسبه للمساله ديال هاد السفوف والاشياء محمره وهاد المسائل، مساح الاحسن تبعد عليها هاد الشيء، لان هاد الشيء مرهق للجهاز الهضمي ديالها، وعاد هي عندها هذا المشكل، وهي والام ديالها، لا هي ولا الام ديالها، من احسن هاد المسائل نبعدوا عليها. نعم نعم. الا سمحتوا استاذ احلمي وكل المستمعين الكرام والمتابعين ديالنا، غادي نتوقفوا مع فاصل قصير وراجعين دائما معكم في حلقه اليوم من برنامجكم صحه وسلامه على ميد راديو.